بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: الحمد لله رب العالمين، يتصرف في الكون كيف يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نحمده جل وعلا على نعمه، فقد أعطانا فأجزل، ووهبنا فأكثر، فله الحمد وله الثناء وله الشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العبادة حق له وحده سبحانه، لا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، دل الأمة على ما فيه خيرها وسعادتها وصلاح أمرها ونجاحها وفلاحها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بالاستجابة لداعيه، وأوجب عليهم أن يكونوا مستقيمين على طريقه، سائرين على نهجه، ولذلك وجب علينا أن نسير على الطريقة السامية، وأن نكون من أهل الإيمان الصحيح. لقد أمر الله عز وجل المؤمن بأن يكون سابقاً في الخير، يقتدي الآخرون به ليحوز بذلك مثل أجر من اقتدى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر من عمله. وحينئذ يحرص المؤمن أن يكون قدوة في الخير، سابقا إليه، ليكون ممن يقتدى به فيعظم أجره ويكثر ثوابه يوم لقائه لرب العزة والجلال. وإذا أراد الإنسان أن يصل لأكمل النتائج وأفضلها، فعليه أن يقتدي بمن أمر الله عز وجل بالاقتداء به. وأول ذلك أنبياء الله عليهم السلام، الذين ذكر الله عز وجل قصصهم في كتابه العظيم القرآن الكريم، ليكونوا قدوة لنا، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة. ومن ثم نقتدي بسير هؤلاء الأنبياء عليهم السلام. قال الله تعالى: فبهداهم اقتده. وقد قص الله عز وجل علينا من سيرة أنبيائه عليهم السلام ما يكون فيه عبرة وعظة للمعتبرين، كيف توكلوا على الله وخافوا منه سبحانه وعلقوا قلوبهم به وحده، وكانت عباداتهم لله جل وعلا وحده لا شريك له، فكان الله ناصرا لهم مع تكالب الأعداء عليهم ووجود الخطط الكثيرة للقضاء عليهم، إلا أن الله عز وجل سلمهم من شر أعدائهم. وهكذا أتباعهم عليهم السلام ساروا على طريقة أنبياء الله، فكان هذا من أسباب نجاتهم ومن أسباب سعادتهم دنيا وآخرة. وكذلك ذكر الله عز وجل لنا شيئا من أمور الملائكة عليهم السلام، فإنهم يطيعون الله جل وعلا ويعملون بأمره ولا يعصونه، ليكون هذا ممن نقتدي بهم في السير على طاعة الله جل وعلا، والذين نسير على نهجهم في عبودية رب العزة والجلال. وإن ممن أمرنا
بأن نجعله قدوة، النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي من تمسك بهديه وسار على طريقته سعد في الدنيا والآخرة، وكان من أصحاب الدرجات العلى في جنات الخلد مع ما يكون له في الدنيا من النصر المؤزر والخير العظيم وكثرة الأتباع، ليكون المرء كثير الأجر يوم لقائه لرب العزة والجلال. إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب العمل بها، ولا يجوز لأحد أن يتركها كائنا من كان، فقد أخبر الله جل وعلا أن كتابه العظيم لا يفهم إلا بسنة نبيه الكريم في مواطن من كتابه. وكم من آية في كتاب الله تحتاج إلى تفسيرها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، احتجنا أن نعرف ما هي هذه الصلاة، وما طريقة فعل المؤمن لها، وما هي أركانها، وكيف نقدم بعضها على بعضها الآخر. وهكذا في فريضة الزكاة نحتاج إلى أن نعرف الأموال الزكوية ونسبة الزكاة منها، فهذا كله بيّنته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على حجية السنة النبوية ما وصفها الله عز وجل به بأنها وحي من عند رب العزة والجلال، كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فدل هذا على أن ما جاء به هذا النبي وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على حجيتها أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، كما قال تعالى محمد رسول الله، وكما قال تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن مقتضى رسالته أن نعمل بأمره وأن نسير على هديه وأن نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم، ولذلك حذرنا الله عز وجل أن نخالف طريقته وأمرنا باتباعه، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكما قال رب العزة والجلال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لقد أمرنا بأن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا نقتدي به ونسير على طريقته، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد بين الله جل وعلا أن الاقتداء بهذا النبي من أسباب محبة الله للعبد، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إخوتي في الله، لقد أمرنا الله عز وجل أن نتبع هذا النبي وجعل الهداية في اتباعه، كما قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا بد أن نجعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. إذا تقرر هذا، كيف نجعله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وما هي الوسائل في ذلك؟ والوسائل في ذلك عديدة، أولها الإكثار من قراءة كتاب رب العزة والجلال القرآن الكريم، فإن هذا القرآن مشتمل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان طريقته، كما
قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة في تفسير هذه الآية: كان خلقه القرآن. فعندما تلتزم بالأخلاق القرآنية تكون بذلك مقتديا بنبيك صلى الله عليه وسلم. وانظر مثلا في الآيات التي جاءت في سيرته وفي طريقته في التعامل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فوصفه الله برحمة القلب في هذه الآية، وباللين والسهولة في التعامل. وهكذا من الوسائل التي تجعلنا نقتدي بهذا النبي الكريم أن نطالع كتب السنة، صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن والكتب التي اختصرت هذه الكتب أو جمعتها. فعندما تقرأ كتب السنة النبوية تستطيع أن تستخلص طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الحياة، وتتعرف على أخلاقه الفاضلة، ويكون لديك معرفة تامة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب التي تسهل عليك معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلك تقتدي به أن تقرأ كتب السيرة التي ألفت في تعريف الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك الكتب المطولة كسيرة ابن هشام والفصول في تاريخ الرسول للعلامة ابن كثير، أو في المختصرات والكتب التي تسهل على الناس معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كمختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عبد الوهاب، أو مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام، أو غيرها من كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة. وهكذا من طرائق تعلم السيرة أن تستمع لأهل العلم الموثوق بهم، في سواء في دروسهم أو في تسجيلاتهم الصوتية أو المرئية. فعندما تستمع إلى هؤلاء الثقات تستفيد منهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، وتعرف منهجه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الفاضلة التي أمرنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم فيها. وكذلك من الوسائل أن تقدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على هواك ورغباتك وما تمليه عليك نفسك، لأنك بذلك ترضي رب العزة والجلال وتستجلب الخير العظيم منه سبحانه وتعالى. إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أشياء: سيرته القولية، فما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال عظيمة، أحاديث نبوية شريفة كريمة أمرنا بدراستها وكان لنا الأجر في مدارستها، ينال بها الإنسان رضا رب العزة والجلال ويتمكن بها من السير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلاً فيما ورد من السنة القولية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فهذا حديث قولي يبين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، فنسير عليه ونقتدي به صلى الله عليه وسلم في ذلك. والنوع الثاني السنة الفعلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالسير على فعله والاقتداء به، فإن الفعل يدخل في عموم قوله عز وجل:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأفعال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. النوع الأول الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص به لا يشرع لنا أن نقتدي به فيه. من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصوم، كان يواصل في الصوم اليومين والثلاثة، وينهى أصحابه عن المواصلة في الصوم، فقالوا له صلى الله عليه وسلم إنك تواصل، فقال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ومن أمثلة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أذن له ربه في أن يتزوج بالتسع لحكم يعلمها سبحانه، من كون نسائه ينقلون سنته، ومن كونه يريد تأليف العرب وجمع كلمتهم، إلى غير ذلك من الحكم التي أرادها صلى الله عليه وسلم وأمره الله بها. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جاءه غيلان الثقفي وكان معه ثمان نسوة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعة وفارق سائرهن. ومن ذلك أن الله جل وعلا أجاز له أن يتزوج بمن وهبت نفسها، كما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه سنة لكنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرع لنا الاقتداء به فيها. والنوع الثاني مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله الجبلية والعادية التي كان يفعلها على جهة الجبلة والعادة، إما لأن الناس يفعلونها أو لأن هذا الشأن في العباد أنهم يفعلونها. مثال ذلك كونه صلى الله عليه وسلم يركب الجمل، هذا ليس على طريقة العبودية لله عز وجل، وإنما ركب الجمل لأنه وسيلة التنقل في زمانه ولأن الناس يركبونه. فلا يقول النقائل نقتدي به صلى الله عليه وسلم في أسفارنا فلا نسافر إلا بالجمل، فيقال له أخطأت في هذا وليست السنة هكذا، فإن هذا ليس من الأفعال العبادية. وهكذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب نوعا من الطعام، أو كونه صلى الله عليه وسلم لبس نوعا من اللباس، أو كونه صلى الله عليه وسلم وقف موقفا أو صعد جبلا لحاجة في ذلك الجبل، لا يعني مشروعية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل. ومن جاءنا وقال أريد أن أكون مثله أو أفعل هذا الفعل لأنني أحبه، قيل له أخطأت في هذا، لأنك وإن وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الظاهرة إلا أنك تخالفه في الأمر الباطن والنية القلبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على جهة العادة وأنت تفعله على جهة القربة والعبادة. والموافقة في الأمر الباطن أهم من الموافقة في الصورة الظاهرة. والنوع الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله التي تقع بيانا لحكم شرعي، كوقوفه صلى الله عليه وسلم في عرفة، أو وقوفه في خطبة الجمعة، أو في صلاته صلى الله عليه وسلم، فهذه الأفعال وقعت بيانا لدليل شرعي فتأخذ حكم ذلك الدليل. والنوع الرابع
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة القربة والعبادة. ومن أمثلة ذلك كونه صلى الله عليه وسلم يصوم أياما ويفطر أياما، وكونه صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، فهذه الأفعال تحمل على الاستحباب والندب، لأن الله عز وجل قد أمرنا بالاقتداء به. فإن قال قائل: لما لا تجعلونها على الوجوب ونحن مأمورون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم والأمر يفيد الوجوب؟ قيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شاهد أصحابه يتركون هذه الأفعال فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تروكه لما وجد مقتضيه وداعيه في عهد النبوة. فالأفعال التي وجد الداعي لها في عهد النبوة فلم يفعلها صلى الله عليه وسلم يدل ذلك على عدم مشروعية فعلها. ومن ذلك مثلا تخصيص بعض ليالي السنة بشيء من العبادات أو الصلوات أو الزكوات أو الاحتفالات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فنقول السنة في هذا سنة تركية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمور فلم يفعلها مع وجود الداعي والمقتضي لفعلها، فيدل ذلك على عدم مشروعيتها وعدم استحباب فعلها. والنوع الثالث من أنواع السنة بعد السنة الفعلية والسنة القولية السنة التقريرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاهد أحدا من أصحابه يفعل فعلا فلم ينكر عليه كان هذا الفعل غير ممنوع منه في الشرع، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، منها ما أثنى على فاعله أو كان ذلك الفعل عبادة من العبادات، فهذا يحمل على الاستحباب. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا رضي الله عنه على سنة الوضوء، وكانت من أسباب سمع النبي صلى الله عليه وسلم لدف نعلي بلال رضي الله عنه أمامه في الجنة، فهذا يحمل على الاستحباب. ومن أمثلة ذلك أن خبيبا رضي الله عنه لما أراد أهل مكة قتله قام استأذنهم في أن يؤدي ركعتين، سميت بعد ذلك سنة القتل، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها ولم ينكرها. والنوع الآخر من السنة التقريرية ما يكون من الأمور العادية غير العبادية التي لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابها، ومن ذلك مثلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض أصحابه على لبس الثوب الأحمر المنقط، ومن ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم ينكر على أصحابه عندما أكلوا لحم الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن السنة التقريرية منها ما يكون عبادة أو يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فيكون فعلا مستحبا، ومن ذلك مثلا ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم جمعوا ما لديهم ثم اقتسموه فهم مني وأنا منهم. ومن ذلك مثلا من أمثلة النوع الآخر
الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يكون فعل عبادة ولم يثني على أصحابه، ما ورد في الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا مع أبي عبيدة رضي الله عنه ومسهم الجوع في طريقهم، فوجدوا عنبرة كبيرة سمكة عظيمة فأكلوا منها، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عنها فأجاز لهم الأكل منها ولم ينكر عليهم ذلك. وينبغي أن يلاحظ في هذا الباب أن هناك من يجتزئ بعض ما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينزله في غير سياقه أو يقطعه عن مقدماته ونتائجه فيجعله دليلاً على ما لا يدل عليه. ومن أمثلة ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قافلة قريش يوم بدر يريد أن يأخذها، ثم إنه اقتتل مع أهل مكة، فقد يستدل به مستدل على جواز أخذ أموال الكفار وأنه لا حرج في ذلك. لما؟ لأنه لم يفهم هذا السياق ولم يربط هذه القضية وهذه الحادثة بما قبلها، فإن أهل مكة كانوا قد أخذوا أموال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين، ولم يأذنوا لهم عند الهجرة في أن يأخذوا أموالهم معهم، فلما أخذ أهل مكة أموال المهاجرين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال قريش ما يكون ردًا للمسلمين في الأموال التي أخذها المشركون. وهكذا عندما يقطع في الواقعة عن أسبابها وعن ما يحيط بها وعن سياقها تنزل في غير منازلها، وهذا يجعلنا لا نثق في نقل من نقل بعض الوقائع واستدل بها على بعض الأحكام حتى نراجع في ذلك من نثق فيه من أهل العلم والفتوى ليدلنا على حكم الله عز وجل على مراده سبحانه وتعالى. وحينئذ نريد نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي يشرع لنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم فيها وأن نسير على هديه فيها. فمن ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله القلبية مع رب العزة والجلال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ربه ويناجيه ويبذل من نفسه في هذا الباب، لعلمه أنه لا متصرف في الكون إلا رب العزة والجلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعود إلى ربه يناجيه يعرض عليه حاجته. وانظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حينما رفع يديه صلى الله عليه وسلم وأصبح يدعو الله جل وعلا، فأطال الدعاء في ذلك اليوم حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كفاك مناشدتك لربك فإن الله ناصرك. وحينئذ نعلم أن من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يلجأ إلى الله وأن يتضرع بين يديه وأن يسأله حوائجه وأن يكون الله جل وعلا هو الذي يلجأ إليه ويناجيه. وكذلك من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلق الأمور بالله جل وعلا، فلا يعجب بنفسه ولا يعجب بفعله، وإنما يعلم أن الأمر من الله سبحانه وتعالى، لولا الله ما اهتدينا،
والله جل وعلا هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، لا ينسب إلى نفسه شيئا من تصريف الأمور في هذه الدنيا. وكذلك من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم القلبية أنه يخاف من الله جل وعلا، فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى في السماء شيئا خرج ودخل خوفا وفرقا، حتى إذا نزل المطر سري عنه صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما نزل في قول الله جل وعلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، لم يهتن صلى الله عليه وسلم بطعامه أياما متتابعة خوفا من رب العزة والجلال. ومن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم القلبية أنه يشكر الله على نعمه ويثني على رب العزة والجلال فيما أعطاه من أمور الدنيا. فلما قيل له صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، حيث إنه يقوم الليل حتى ترم قدماه، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومن ثم يتفقد المؤمن قلبه ليتبع في هذا القلب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. ومما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم به فيه أمور العبادات، فنلاحظ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على عباداته. لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك صلاة الجماعة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد مع الجماعة إلا في أيام المرض الشديد، بل كان في أيام المرض الشديد يتحامل حتى يؤتى به، يتهادى بين الرجلين ليؤتى به إلى المسجد ليصلي بالناس، فصلى الله على هذا النبي الكريم. وكذلك نقتدي به صلى الله عليه وسلم في طريقة أدائه للعبادة، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وإن مما أمرنا بالاقتداء به في النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بأخلاقه الفاضلة وطريقته الحسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بأفضل الأخلاق وأحسنها، وكان أولى الناس بتعامله الحسن أهل بيته وقرابته الذين كان صلى الله عليه وسلم يترفق بهم ويعاملهم بالحسنى: أنا خيركم 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 لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولم يكن ذلك الإحسان في التعامل مقتصرا على القرابة، بل كان يحسن إلى القريب والبعيد، ويحسن إلى المصافي والمعادي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصفح والعفو والتجاوز عن أعدائه الشيء الكثير. ومن ذلك أن من حاول إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامله النبي صلى الله عليه وسلم بنفس التعامل. انظر، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه عائشة رضي الله عنها، فقابله نفر من اليهود فقالوا: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة والموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فقالت رضي الله عنها: ألم تستمع إلى ما قالوا؟ لقد قالوا: السام عليكم.
قال سمعت وقلت وعليكم، فيستجاب لنا ولا يستجاب لهم. ومن أمثلة ذلك أن المحاولات الكثيرة التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى كان يقابلها بالإحسان والتجاوز. انظر إلى قصة ذلك الأعرابي، قصة عجيبة غريبة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فلما جاء إلى واد من الأودية نزل فيه مع أصحابه وتفرقوا في العظاة، يعني في شجر ذلك الوادي، كل رجل أو رجلين ناما وقالا تحت شجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سلاحه عليها، فجاء رجل فأخذ سلاح النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فوقف على رأسه فقال يا محمد من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فشام السيف من يده أي سقط. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فقال صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ فقال الرجل كن خير آخذ، كن خير آخذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسلم؟ قال لا، ولكن لا أقاتلك ولا أعين أحدا يقاتلك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى أصحابه فأخبرهم بقصته، فقال وها هو ذا جالس. وفي القصة الأخرى قصة ثمامة ابن أثال رضي الله عنه، كان له الولاية والملك في اليمامة، فكان إذا وجد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم. فذهب مرة إلى مكة ليعتمر، ففي الطريق تمكن منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربطه في سارية من سوار المسجد، ثم جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ثمامة ما عندك؟ ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة إن تقتل تقتل ذا دم، أي إذا قتلتني فأنا سبق أن قتلت بعض أصحابك، فحينئذ لا تلام على ذلك، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تنعم تنعم على شاكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام يسأله نفس ذلك السؤال. في اليوم الثالث أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، فلما تركه أسلم ثمامة رضي الله عنه ودخل في دين الله. وانظر إلى القصة العجيبة التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة الذين كانوا قد آذوه بأنواع الأذى وقتلوا بعض أصحابه، ألم يقتلوا ياسرا وسمية وغيرهما من الصحابة؟ ومع ذلك وقد اجتمعوا مرة على قتله، فجمعوا 100 شاب ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، وجعلوا الجوائز العظيمة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فجعلوا 100 ناقة لمن أتى به صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما عاد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من دخل داره فهو آمن وعفى عنهم. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. وهكذا في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكرم والبذل والإحسان، فقد كان صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في هذا الباب، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة
في العطاء، وكان لا يقول لأحد لا، فصلى الله عليه وسلم. وهكذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم التعامل بالحسنى مع أصحابه، فيترفق بهم ويتواضع معهم ويخاطبهم الخطاب اللين الحسن، ويخاطبهم بالحديث الذي يؤثر على قلوبهم. قال لأبي عمير: يا أبا عمير، ما فعل النغير وهو طائر صغير يلاطف فيه ذلك الصبي أخا أنس بن مالك رضي الله عنه؟ وكان صلى الله عليه وسلم تمسكه الجارية الصغيرة فتسلك به سكك المدينة فيستجيب لها صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجيب الداعي وأن يرد السلام ولو كان على أي حال. سلم عليه أبو هريرة فضرب بيده يتيمم ثم رد عليه السلام. وهكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دعيت على كراع أو ذراع إلا أجبت. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يستطلب الأمر الثقيل، ولم يكن يسرف في نفقاته حتى في نفقات الزواج وفي غيرها من النفقات. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وطريقته مليئة بما يمكن للمؤمن أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم. إن الاقتداء بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وجعلها قدوة لها آثار عظيمة في الدنيا والآخرة. فمن تلك الآثار أن الاهتداء بهديه والاقتداء بسيرته من أسباب استجلاب محبة الله عز وجل للعبد، كما في الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبة الله طريق كل خير وسبيل إبعاد كل شر. جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: فإذا ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن ذلك الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، كما ورد في الحديث الصحيح. ومن آثار الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم رفعة الدرجة وعلو المنزلة في جنات الخلد يوم القيامة. يكون المرء قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آثار الاقتداء به صلى الله عليه وسلم عظم أجر العبد، فإن عملا قليلا في سنة خير من عمل كثير في غيرها. وقد جعل الله عز وجل من أسباب قبول العمل أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل من أسباب رده عدم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، غير مقبول عند الله جل وعلا. ومن الآثار الحميدة تلك الآثار الدنيوية التي لا يقصدها العبد ابتداء، وإنما يعطيها الله عز وجل للعبد على جهة التفضل منه سبحانه وتعالى. فأهل الاقتداء
بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، يجعل الله لهم العزة والكرامة، ويفتح الله لهم أبواب الخيرات، وينصرهم ويرفع درجاتهم كما ورد في النصوص الكريمة من الوعد بذلك، كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وكما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا من كان على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله له قلوب العباد واستجابوا لما يدعو إليه من خير وما يأمرهم به من معروف، فيكون هذا من أسباب زيادة حسنات العبد التي ترفع درجته عند رب العزة والجلال، وكذلك الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يفتح على العبد أبواب الرزق، فإن من اقتدى به صلى الله عليه وسلم في البذل والعطاء أخلف الله عليه بخير مما أنفق، فقد قال رب العزة والجلال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وقال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك، وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء: لا توكي فيوكي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فيا أيها الإخوة الأعزاء، بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، أوصيكم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوها وتأملوها واقتدوا به صلى الله عليه وسلم فيها، ولا يمنعنك عجزك عن تطبيق بعضها عن العمل بباقيها، فإذا عجزت عن البعض فاعمل بالبقية، تكون بذلك ممن حاز بعض الأجر وكان له بعض الثواب. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وأسبغ الله عليكم نعمه ورزقكم متابعة هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا، ورفع الله درجاتكم وأعلى منازلكم، وفتح لكم أبواب الخير دنيا وآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزقهم الأمن والاستقرار، وأن يجعلهم متعاونين متكاتفين. اللهم احقن دماءهم، واجمع كلمتهم، وألف ذات بينهم، واكفهم شر أنفسهم وشر أعدائهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.